اتفضل يا فندم. النقطة دي اتفضل مهمة اتفضل جدا. اتفضل. المادة تقول لك يجب إنذار اللاعب حال تسلق سياج ميدان اللعب أو الاقتراب من المشجعين بطريقة تؤدي إلى إثارة مشاكل مرتبطة بالسلامة والأمن. بالظبط. شفناه كده طلع على السور كان هيقع بيه. بالظبط. دي واثق ده خطورة عليه وعلى الجماهير نفسها. لا تبالغ في فرحها، ربنا قال كده في الكتاب وكده، كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. بالظبط. ما تفرحش قوي وما تزعلش قوي، هي في الأول والآخر لعبة كرة قدم. صحيح هي تحولت لصناعة وتجارة وحاجات كتيرة جدا، لكن برضه في السياق من الروح الرياضية. الشكل ده بيمثل خطورة. خلينا رجعنا لحادث كبير جدا في ملعب نادي الزمالك في يمكن في السبعينيات تقريبا سنة 74، مباراة الزمالك ودقلة براغ، وحصل سقوط في المدرجات مات فيه 48 فرد، 48 واحد ماتوا. ده خلي بالك كابتن، يعني ده حماس لاعب، حماس لازم. هو لو قرا القانون، وكل احترام للجهاز الفني والاداري، ما حدش قرا النقطه دي لعلها، بس خليها ناخدها تبقى درس لينا كلنا ما تتكررش. احنا لو رجعنا لمباراه الامم افريقيا سنه 86، طارق زيد بالغ فرحته خد انذار وحرمه، كان يحرمه من المباراه النهائيه لولا يعني الثقه المصري في وقتها. الاتحاد الافريقي لغى الانذار. ده حضرتك تقصد 86 المباراه اللي كانش هيشارك فيها امام المغرب. امام المغرب. تمام. فكان ممكن جدا ومعزم ومبالغته ما كانتش بالشكل دوت. تمام. معانا؟ اتفضل يا كابتن. يذكر خليل بس ايه، وكان نعزي الكابتن طارق وزيد في وفاه زوجته. ليه؟